بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هشرح موضوع مهم في البرنامج اللي هو اختصارات الأوامر. الدرس النهاردة خاص بالمبتدئين اللي هم لسه بيبتدوا تعليم الرسم في برنامج الأوتوكاد. لازم يعرفوا اختصارات الأوامر وخصوصا الأوامر المهمة اللي دايما بيستخدموها في الرسم. طبعا ده بيسهل لي وبيسرع من عملية الرسم في البرنامج. هنبتدي مع بعض على طول ونشوف أهم الأوامر اللي محتاجة اختصارات. أول حاجة هنتكلم عنها اللي هي الأوامر بتاع الدرو اللي موجودة هنا، اللي هي أوامر الرسم. عندي هنا لاين الاختصار بتاعها L. أكتب L من الكيبورد أهي L لاين زي ما احنا شايفين كده، وبعدين بدوس Enter وبرسم الخطوط اللي أنا عايزاها أهو. لو خرجت من الأمر وعملت سبيس هرجع للأمر تاني أهو، يبقى عندي L لاين. يبقى ده أول اختصار. عندي تاني أمر محتاج الاختصار بتاعه أو أعرف الاختصار بتاعه اللي هو البولي لاين. البولي لاين بي ال، الاختصار بتاعه بي ال، وندوس انتر ونرسم البولي لاين اللي احنا عايزينه. عايزين أرك أهو مثلا، خلينا نرجع لاين أهو، يبقى إيه؟ بولي لاين بي ال. لو انا بقى عايزه ارسم دايره سيركل فبيبقى الاختصار بتاعها حرف السي، سي سيركل، واجي ارسم الدايره اللي انا عايزاها. عندي الارك برضو، لو انا جيت عملت ارك ايه الاختصار بتاعه ايه، وباجي ارسم ارك يبقى سي سيركل و اي ارك. لو انا عايزه ارسم ريكتانجل بقول له ار اي سي ريكتانجل، يبقى ار اي سي ريكتانجل، باجي ارسم ريكتانجل بالشكل ده كده. لو عايزه ارسم اليبس باجي كده اهو واقول له اي ال ال اليبس، اي ال ال، واجي ارسم اهو الاليبس اللي انا عايزاه. عندي هنا الهاتش، لو انا عايزه اعمل هاتش مثلا هنا بقول له اتش هاتش كويس، وبدوس عليها وبختار الاوبجكت اللي انا عايزه اعمل عليه الهاتش، يبقى اتش هاتش. بعد كده عندي لو عايزه ارسم بولوجن بعمل ايه؟ بكتب بي او ال بوليجن اهي، وبختار السايد بتاعته مثلا 6، بعدين اقول له انتر اهو كويس، يبقى بي او ال بوليجن. يبقى الجزء بتاع الدرو هنا اتعرفنا عليه. وعندي في حاجه كمان اللي هو الاس بي لاين، برضو ده بنحتاجه في الرسم، فانا هقول له الاختصار بتاعه اس بي ال بالشكل ده كده، واجي ارسم الاس بي لاين اللي انا عايزاه كويس. يبقى احنا دي اختصارات الدرو. هنيجي بعد كده على اختصارات الموديفاي. هتكلم عن اختصارات اوامر موديفاي. اول حاجة عندي موف حرف الام، اجي احرك من هنا اهو كده كده، يبقى ده موف. وبعدين عندي كوبي نسخ سي او كوبي، باخد كوبي من الشكل ده بحطه هنا كده اهو، ادي كوبي. بعدين عندي روتيت، روتيت ار او روتيت اهي روتيت كويس. بعد كده ميرور ام اي ميرور اهو هنا هنا اهي ميرور كويس. بعدين عندي سكيل اس سي سكيل، اختصارها اس سي اهي، كبر وصغر زي ما انا عايزه اهو. هنيجي الامر بعد كده اللي هو امر تريم، تي ار تي ار اختصار تريم، باجي بعمل كده وبعدين بدوس بيمين الماوس وايه اقص اللي انا عايزاه تريم. هنا في امر تاني اللي هو امر اكستند، اكستند
اي اكس، اي اكس اختصار اكستنت اهو بالشكل ده كده. وبعدين عندي هنا امر فيلد، اف فيلد، اف فيلد اهو زي ما احنا شايفين كده. وعندي امر اريز، اي من الكيبورد اريز، بشيل الخطوط اللي عندي او اي خطوط انا عايزاها. هاجي على الامر بعد كده اللي هو اكسبلود او التفجير، اللي هو بيخلي لي مثلا الريكتانجل هنا انا عايزه اعمله خطوط، هو كده اوبجكت واحد، انا عايزه افصل الخطوط دي، فبقول له اي اكس بي ال اكسبلود كويس، وبختار الاوبجكت وبعدين انتر. اهي زي ما احنا شايفين الخطوط بتبقى لوحدها، يبقى هو فجر لي الريكتانجل اللي موجود. عندي بعد كده اوفست او، اختصارها او الكيبورد، وبعدين اقول له مثلا بعد 5 واجي ادوس كده اهو كويس، يبقى اوفست. بعد كده اختصار امر اري اي ار الكيبورد انتر، وبعدين هختار السيركل دي مثلا اللي عامل لها اري، وعاملها على الباص ده بي اي باص، وبعدين بختار الباص وبعدين بدوس بيمين الماوس وبعدين انتر، يبقى اري اي ار. عندي بعد كده تكست، تكست حرف تي، تي تكست اهي، واكتب اللي انا عايزاه جرافيك مثلا اهي بالشكل ده كده اهي، كتبت لي جرافيك اهي. طبعا بنكبر ونصغر احنا عارفين الكلام ده، انا شرحها قبل كده. عندي دي اي ام اللي هي اختصار الدايمنشن، دي اي ام كويس، بختار اول نقطه واخر نقطه، ادي الدايمنشن. طبعا انا شارحه الدايمنشن بالتفصيل في القناه، لو عايزين تطلعوا على دروس القناه او دروس الاوتوكاد بتدوسوا على اسم القناه من اسفل الفيديو، بيدخلكم على القناه وبتشوفوا جميع الدروس وجميع البرامج اللي انا شرحها قبل كده. ولو عايزين اي سؤال بتحطوا لي في التعليقات ان شاء الله انا هرد عليه كويس. بعد كده عندي اللاير، ودي طبعا من الحاجات المهمه جدا في برنامج الاوتوكاد، ال ايه لاير، ال ايه لاير، فتح لي الاعدادات بتاعه اللاير، بعمل لاير جديده نيو لاير، نيو لاير في بي، في ديليت لاير، مهم ان هي دي اعدادات اللاير وبرده انا شرحها قبل كده. انا اهم حاجه عندي هنا في الدرس ده ان احنا بنعرف الاختصارات كده. انا عرفتكم باختصارات اهم الاوامر الموجوده في برنامج الاوتوكاد كده. انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه سوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس، عشان ده بيدعمني في اليوتيوب وبيخليني استمر معاكم. تزوروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.